ضد الجهور، يعني ان المعطيات اللي تعطات ليه من طرف ابتسام والعائله ديالها والقرائن اللي كاينه في الميلف وجميع المعطيات والمحجوزات اللي عندهم والوقائع، بينت لي بان نور الدين الكورنيل نور الدين الله يرحمه وسط عليه مات مقتولا. ماشي انا اللي كنقول هادشي، اللي كيقول هادشي هو الوكيل العام الملك، الا ان ملي اتصلت بيه ابتسام فعلا ما يمكنش نرجع، لان الدور ديال المحامي هو هذا، الدور المحامي، لان هاد المهنه مهنه فيها النبل، هاد المهنه فيها خاص تكون نبيل، خاص تكون حكيم، خاص تكون عندك مأدي واحد الرساله بينك وبين الله، لان الدنيا دايزه، كلشي دايز، كيقول كيفاش انت مثلا شي ميل في اي ميل كتبقى تلقى حبسه الميزي من الميزي، تلقى الضرب من هنا والضرب من هنا والضرب، لا كتضربوا فيا انا، انا محاميه مأدي اليمين كنأدي الرساله ديالي، ما دام واحد ميل فيه رأي عام ضرورة ضرورة كجميع الملفات اللي كنلقاو محاولين ضرورة يخرجوا للصحافة، لأن كلشي كينتظر جديد فيما يخص أي ملف. بالنسبة للكولونيل، أول ما اتصلت بيا ابتسام والعائلة ديالها فعلا ما ترددتش أي دقيقة، وكنت كنتمنى من شتا أول مرة نكون نيت كندوي عليها، لأن بان ليا بأن عندها الحق اللي عندها المصداقية. أول ما طارت على الحادثة السيري في ببركة فعلا لقيت داك المحضر عامر بزاف ملابسات بزاف، لان ما يمكنش حادثة السير بديك الطريقه اللي جاي الطوموبيل المحجيه اللي ما يمكنش يكون فيها، لا ديك الطريقه ديال المكناس الرباط ما يمكنش يمشي ليها، لان ما يمكنش الطوموبيله كلها بيبان ما كيتحلوش، الكفر هو اللي محلول فيه الصباط ديالو لونه اسود، فرجيه صباط لون اسود، الجلباب حط خرج من السياره والسياره ما كتحلش، ما خضروش يحلوها البوليس، اللي حاطينو في الجن ناعس تكا بديك الطريقة كملش رجلي، يعني أنه كان في الكوفر، إلا أنه سمعت لأن الطريقة ديال الجريمة سمعت بزاف المعطيات، إلا ضروري خاصك تبحث وتشوف، لأن هذا هو الدور اللي خاصك دير جميع الأدوار، أنا كنتصير محامي كنتبع فعلا محضر الضابطة القضائية تنتق به إلى أن يثبت العكس، إلا أن المحضر ديال حادثة السير ماشي حادثة السير، مادام وكيل العام الملك كيفها القتل عام، إذا ملابسات إلى نبيل تكميل كيفاش كان واحد العقد سلموا الزوجة ديالو واحد العقد اللي هو عقد كراء ديال السيارة اللي كانت فيها، اللي فيها جي بي اس، ملي شفتك السيارة لقيت العقد بينو وبين شرطي آخر، كيفاش هاد الشرطي ماشي هو مالك السيارة، واللي سامعوا لي كمطالب بالحق المدني شخص آخر اللي هو مول لوكاسيون دو فواتور، كيفاش ما تطرقوش داك السيد ما تسمعوش، كيفاش درتي مع هاد العقد ديال مدة 3 أشهر، بينما داك الطول اللي كان حد حيحط الضو السيارة ماشي هو اللي حطها، هذاك الشرطي اللي داير معاه العقد ديال الكراء هو اللي حط السيارة على الطولي، كان دينا في عراك مع الطولي، كيقول لي راه هذاك ما خلانيش نعطيك الضو، إذا هنا كاين واحد علامة استفهام ما يدل على أن هاد الملف راه مفبرك، يعني أن عنده خيوط كبيرة، ماشي واحد مشارك فيه، مع العلم أن ثاني عطاو من ضمن المحجوزات، عطاو 800 درهم و50 درهم، كذلك عطاو الورقة الرافدية، عطاو رخصة السياقة، ولكن فين البورطابلات؟ فين الراديوات ديال هاد السيد؟ لأن هذا راه شرطي. هذا معروف كولونيل ماشي انسان عادي، واش مرتو ما سالاش فينا هما البورطابلات؟ ما يمكنش عندو ثلاثة، فينا هما؟ فينا هما البورطابلات إلى يومنا هذا ما كاينينش، شكون كيفاش تهضر؟ قال لك هضر مع 6 الصباح، مع الزوجة مع 6، علاش ما جاوبوش؟ ولا يعقل هاد الشيء بهاد الطريقة؟ خاصهم يعرفوا واحد القضية، اللي ما كيصحابو غير يقولوا هاد الشيء راه صافي دايز، لا، راه كاينة الخبرة على الهواتف النقالة، اللي من نهار شريتي التليفون راه مسجلة، ساتيليت. اي واحد دابا حنا كاين هنا راه حنا معروفين انت كاين وانت كاين وانت كاين وانت كاين، راه الفرقه الوطنيه ديال الدرك الملكي التمس من السيد قاضي التحقيق باش انت الفرقه الوطنيه ديال الدرك الملكي، لان هادشي كيتعلق بشرطي، ما يستغربوش الناس في هاد الطلبات، لان فعلا سيدنا الله يرحمه ويوسع عليه حسن الثاني مي كان ميت ديال الحاج تابس، لان كانوا الشرطه بزاف تشدو بزاف معمداء الشرطه كبار يتشدو وفعلا فعل صاحب جلاله رحمه الله فعل الحسن بن سليمان والدرك الملكي عوض عن دريس بصير الله يرحمه، لأنه كان وزير الداخلية اللي هو كان كيترأس الشرطة مديرية الأمن كاملة. إذا هنا أنا نلتمس منه على أساس أن الدرك غيكون بحياد،
لان الدرك غادي يدير خبرات علميه وتقنيه على الهواتف النقاله فين كانت وفين جايه اللي يعرفوا كل واحد وانا متيقن بان غادي يوصل الحقيقه وان كاينه قرائن قبل ما نوصلوا كاع الهواتف النقاله لان ملي كنا في السريه اول مواجهه بين بنت والام ديالها راه باين كل شيء باين راه ملي التناقضات خطيره جدا خطيره جدا لكم كاجي السريه كون قلتها ثاني الاخ ديالو راه مشى بعد ربع ايام من ملي قالوا لي مشى للبلاصه ديال الحادثه جاب واحد الكابل اللي لقى حدا ديك النخله ديك واحد الحديد ما مسوش نهائيا قال كذا النخله طاحت صغيره هكذاك ما يصوروش الناس شي نخله كان غادي في 60 درجه في الطوموبيله في جي بي اس داك جي بي اس كيفاش مهرس جابوا الاخ ديالو عند محجوزات دير الوكيل العام دير القاضي التحقيق كاين الحجوزات فيها كرافات ديال واحد الشرطي دي مرتبه ديال الشرطي هذه كاين واحد الميدالية ديالو هو ديال ديالو هادو ديال هادو راه ديال الام ما خاصهم يكونوا محجوزات لانه كيمسوا الدوله هادو هادشي ديال محجوزات ديال الدوله خاصها تدقق فيهم الفرقه الوطنيه لان ربما شخص اخر تما خاصنا نعرفوا ديال من هذاك الشيء لان ما يمكنش بهذه الدرجه يديو لاغورد ويديروا طبيب عيناته قالت لك بانه محتمل حادثه السير كذلك الضبط القضائيه الميز ديال السير كتقول محتمل ما كاينش هنا الاحتمال ما دار في خوش عينه فتقبى هنا وتقبى هنا كيفاش انت كيفاش راك تحمل المسؤوليه ديال لامور كطبيب ديال لامور لان عطاهم تعليمات الاطباء ديال لامور جميع الاطباء لا كان شي واحد مات خاص تقلبوا سفليه من تحت الفوق لا كان في غير نقصه تصل التشريح كيفاش انت عينتي تقوى هنا وتقوى هنا والقمش هنا والمقجل هنا وما صفطش التشريح اذا هنا كاين واحد علامه استفهام كل شيء مسؤول كل شيء مسؤول بينما مشى خو اللي شاف عينه هادشي هو اللي عينه هادشي ملي عينه هادشي كنقولوا التشريح سيدة زربات جربوا بيده وخد الرخصة تدفنوا الدو واحد الشخص حتى هو مهم في القضية واحد الشخص خدام معي مهم داها وجاب غياب دفنوا السيد حتى سقط الأخبار مع الصلاة الصباح عائلتو بينهم خطوة ما فراسهم اللي بلغهم هو ودعمتهم اللي في النيف الشرطة خاصة نعرفوا كيفاش هذيك العائلة ما بلغتش الوالدة ديالو وحدها ما يمكنش ما يمشيو عندهم ولقاو حتى واحد الدار كيفاش الدار علم هاد الزوجة علم واحد السيدة مع الستة الصباح قالت ليها سيري حيدي الطلامط وديرهم في الماشين وغسلت الدار في جافي وفعلا ملي كان السيدة قالت لك هي باننا بالعكس قلت لها اذا الناس ملي جاو لقاو الدار نيت خاوية ما لقاوش فين حطوا جثة في الارض كيفاش هادشي كيفاش وحدة من الافراد ديك العائلة شدوا هكا كلهم ضربوا اخ ديالو ما هي ما عارفش ديك الساعة صحابو شحال تتسير اذا هنا علاش ابتسام ما مشاش لا نهار بعيام خو مشى جاب الحقائق من 19